المورد الرابع، قال القرطبي: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك. لاحظ أنا سأرجع إلى مقتبسات، إلى موارد تكون قد ذكرت في ما سبقها من موارد ومن المقتبسات، لكن لا بأس لأهمية الموضوع ولتفصيل الموضوع ولتوضيح الموضوع، وربما نفس المقتبس يكرر في موردين أيضا مراعاة لذهن المتلقي. إذن قال القرطبي: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك. لا ننسى الكلام الأصلي للقرطبي في المقتبس في المورد السابق، قال: وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق، إلى أن قال: وقالوا لهم. هذا في احتجاج المهاجرين على الأنصار، في احتجاج أبي بكر وعمر على الأنصار، فقال: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك. طبعا كل ما نناقش نحن نقول مع تمامية وصحة ما ورد من روايات ومن أحاديث، نحن نناقشها على هذا الأساس وبوفق قاعدة الإلزام، نلزم المقابل بما ألزم به نفسه. أقول أولا: لماذا لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش؟ فهل هي قبلية وجاهلية بعد إسلام، أو هي قضية غير حقيقية من نسج خيال الوضاعين، أو هي رواية ثابتة متواترة أسست علما، أو هي رواية ثابتة متواترة أسست علما بديهيا ضروريا عند العرب بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أوصى بوجوب أن يكون الإمام من هذا الحي من قريش؟ ثانيا: على فرض ثبوت الخبر وصحته، على فرض ثبوت الخبر وصحته وتواتره وشيوعه بين العرب، إلى المستوى الذي لا تقبل، أي لا تقبل العرب، إلى المستوى الذي لا تقبل بغير هذا الحي من العرب، أي لا تقبل بإمام من غير هذا الحي من العرب، أقول: على فرض ثبوت الخبر وصحته وتواتره وشيوعه بين العرب، أي المستوى الذي لا تقبل بغير هذا الحي من العرب، لكن أليس الأنصار من العرب؟ وأليس الأنصار، وأليس الأنصار من أقرب العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأين إذن الأنصار من هذا العلم البديهي الضروري؟ ولماذا تسابقوا وتنافسوا على الإمامة والخلافة؟ استفهام على ما تعجب. ثالثا: لكن هل هو هذا الحي أو هذا الحي أو هذا الحي أو هذا الحي أو هذا الحي؟ لكن هل هو هذا الحي أو هذا الحي أو هو نفس الحي؟ قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: هذا الحي من قريش، وهذا ثابت يقينا ولا خلاف فيه أبدا. لكن ثبت يقينا أيضا التحذير، ثبت يقينا أيضا ثبت التحذير وأشد التحذير من هذا الحي، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. لاحظ نفس العبارة: هذا الحي من قريش. إذن من الذي يهلك الأمة؟ هذا الحي من قريش. إذن كيف نجمع بين هذا الحي من قريش وهذا الحي من قريش؟ هذا الحي يهلك الأمة، ونفس الحي يصلح الأمة. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نفس الحي يهلك ونفس الحي ينقذ، نفس الرواية، نفس المعنى، نفس العبارة، نفس الألفاظ. قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش، وهناك قال: لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر. إذن هل صحيح إذن ما نقلوه للأنصار من وجود خبر يتحدث عن هذا الحي من قريش؟ سؤال استفهام من حق أي إنسان أن يسأل، نقاش نظري وننفتح إن شاء الله مع الجميع في النقاش. إذن هذا الحي من قريش، هل هو هذا الحي الذي تحدثوا عنه هو نفس الحي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال هو الذي يهلك أمتي؟ إذا كان نفس الحي ونفس الكلام هو المقصود، إذن يقصد هنا ليس أئمة صلاح، وإنما يقصد بها أئمة الداعشية والدعشنة والإرهاب والتقتيل والمارقة والتيمية، التكفير، أهل التكفير، ليس كل التيمية، يوجد الكثير من الناس الطيبة المغرر بها تريد أن
ترضي الله سبحانه وتعالى، والعبارات مزوقة ومزغرفة، عنوان توحيد وفي مقابل الكفر والارتداد والرفض والافتراءات والعبارات التي لا تقال أصلا. إذن هذا هو الاستفهام، هذا هو الاستفهام. إذن ولكن ثبت يقينه أيضاً التحذير وأشد التحذير من هذا الحي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. فهل الحي المشار إليه، خطوة رابعة، فهل الحي المشار إليه هو نفس الحي الذي حذر منه الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وكما جاء في صحيح مسلم كتاب الفتن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قالوا: فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الناس اعتزلوهم، لو أن الناس اعتزلوهم. خامسا، هل أن الصحابيين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما علما بذلك وتيقنوا خطره فسارعوا، أي علما بأي شيء، علما بإهلاك الأمة على يد من خطط وتآمر وحرك المجتمعين في السقيفة وفي المسجد، في السقيفة وفي غير السقيفة، هل علما بهذا وتيقنا حصول الخطر والفتنة والضرر على المسلمين فتحركا؟ إذن خامسا، هل أن الصحابيين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما علما بذلك وتيقنوا خطره فسارعوا لتدارك الأمر ودفع الخطر بما يستطيعون وبحسب ما يعلمون ويقدرون، فحصل ما حصل في السقيفة وفي المسجد النبوي عند وفاة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم؟ سادسا، استفهامات كثيرة تطرح ومورد البحث لا يناسب الإجابة والتفصيل فيها، فالمعلوم أنه ترافق مع السقيفة حادثة واجتماع كبير في نفس المسجد النبوي الشريف، ومن هنا تأتي الكثير من الاستفهامات، منها: هل أن ما وقع في المسجد النبوي الشريف كان قبل حادثة السقيفة أو بعدها؟ وهل أنه قد حصلت حادثتان في المسجد، واحدة قبل السقيفة والأخرى بعدها؟ سابعا، عندما نتحدث عن المسلمين وانقسامهم، فالواضح من السياق أن الكلام عن قوى وكتل مؤثرة صاحبة قرار وتأثير على أفكار الناس وتوجهاتهم، فيكون لها اتباع أو يكون لها اتباع وأتباع بسبب تأثيرها. يعني عندما نقول انقسم المسلمون إلى كتلة وكتلة وكتلة، يعني نقصد الرموز المؤثرة، الكتل المؤثرة، الواجهات المؤثرة، الشرائح المؤثرة، وطبعا ماذا يفعل باقي الناس وسواد الناس، قسم من هذا ينضم لهذه الكتلة ولتلك الكتلة وتلك الكتلة كما يحصل في الانتخابات الآن. أقول هنا نسأل أيضا عن سبب انقسام المسلمين إلى ثلاث كتل: كتلة السقيفة، وكتلة المسجد النبوي، وكتلة المصاب بالرسول الراحل عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. والمؤكد أن الخليفتين الأول والثاني رضي الله عنهما كانا ضمن التكتل الثالث برفقة المسجى الراحل إلى الرفيق الأعلى الرسول العظيم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، لكنهما سرعان ما خرجا لأمر طارئ. فهل كان خروجهما لدفع الضرر والفساد الكبير المتوقع من هذا الحي من قريش الذي حذر منه الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن وصلهما خبر المؤامرة الكبرى على الإسلام والمسلمين؟ وهل أن الخليفتين أبا بكر وعمر ذهبا للسقيفة أولا ثم عادا إلى المسجد، أو أنهما ذهبا للمسجد ثم للسقيفة ثم عادا للمسجد مرة ثانية؟